يعني لم يعد هناك داعي للتحذير، فالإشكالات والأزمات تترجم نفسها في على مدار ساعات النهار في لبنان، كما ذكرتم في النشرة بأن الكهرباء اليوم مقطوعة عن أكثرية المناطق اللبنانية، أو تأتي بحدود 3 أو 4 ساعات في 24 ساعة. كذلك أزمات المحروقات وأزمات الدولار والغلاء ونفاد المواد والمستشفيات والأدوية. لا أحد من اللبنانيين اليوم يسمع هذه الطبقة السياسية فيما تقول أو تحذر، لأنه يحملها مسؤولية الفشل الكامل الذي وصل إلى البلاد. اليوم الشعب اللبناني لا يريد أن يسمع بالسياسة، الشعب اللبناني اليوم يريد حلول ويريد عمليات إنقاذية ويريد حكومة، فلتتفضل هذه السلطة بدل أن تحذر وتشكل حكومة إنقاذية. اليوم للأسف الشديد هذه الحكومة ما تزال محركاتها معطلة بفعل مطالبة رئيس الجمهورية بالثلث المعطل لتياره السياسي ولصهره النائب جبران باسيل، وطبعا الرئيس الحريري متمسك بالمبادرة الفرنسية التي تقول ب 18 وزير اختصاصيين مع من دون الثلث المعطل لأي تيار سياسي. طيب أستاذ غسان، يعني يسمح لي هنا نعم في هذه الجزية، أمام تعنت الطرفين الحريري وعون كلهم بوجهة نظره، رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان هل لديهم القدرة على الضغط على رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للوصول إلى إصدار الحكومة؟ للأسف الدستور لا يعطي الحق للبرلمان أو لرئيس البرلمان بالضغط. يعني الدستور عندما جاء المشرع ولم يضع يعني فترة زمنية للاستشارات النيابية التي يدعو إليها رئيس الجمهورية، كما لم يحدد فترة زمنية لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة، كان يعتمد على الحس الوطني للقيادات اللبنانية وللقيادات التي ستصل إلى هذا الموقع أو ذاك. ولكن للأسف الشديد اليوم العملية التأليف مفتوحة إلى ما لا نهاية، ولا يستطيع مجلس النواب أن يسحب هذا التكليف الذي صدر بمرسوم من رئيس الجمهورية للرئيس سعد الحريري. لكن الرئيس مجلس النواب نبيه بري قام بمبادرة جديدة تقضي بتوسيع الحكومة، أي بكسر الرقم 18 وتشكيل حكومة ب 24 وزيرا على قاعدة 3 ثمانات، يعني لا يكون لأي تيار سياسي الثلث المعطل. ويعني هذه الحالة أستاذ غسان، أليست هذه المبادرة لبري هي عكس توجهات الحريري وعكس المبادرة أو تخالف المبادرة الفرنسية المحصورة ب18 وزير؟ بالعكس، يعني كان هناك سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الفائت بين الرئيس بري يعني بين السفراء المعتمدين في لبنان لأمريكا وفرنسا والسعودية مع رئيس الجمهورية، وبعضهم اجتمع مع رئيس مجلس النواب وبعضهم الآخر اجتمع مع الرئيس الحريري بما في ذلك سفير دولة الكويت. ويعتقد بأن المبادرة التي أطلقها الرئيس بري هي تلقى قبولا أمريكيا وتلقى دعما فرنسيا وغير مرفوضة سعوديا، كما تشير كل المعلومات بأن الرئيس الحريري أيضا أبدى مرونة تجاهها شرط أن يرضى بها رئيس الجمهورية. حتى الآن لم يرضى رئيس الجمهورية بهذه الصيغة، وكان له أكثر من إطلالة وحديث صحافي بين يوم أمس واليوم، وكان يؤكد بأنه لن يرضخ وبأن صهره جبران باسيل هو فولاذي وهو تلميذه. وطبعا جبران باسيل يتصلب
لا يرضى إلا بالثلث المعطل في هذه الحكومة لكي يضمن وجوده في المعادلة السياسية شكرك. في حال حصول أي فراغ في رئاسة الجمهورية، ولكي يكون شريكا مضاربا للحريري في رئاسة الحكومة، يتحكم به ويتحكم بمصير الحكومة، خصوصا أن الثلث المعطل يستطيع إقالة الحكومة في حال قدم استقالة. وصلت الفكرة أستاذ غسان الريفي، أشكرك جزيل الشكر، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال اللبنانية، كنت معنا مباشرة من بيروت.